قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يقول إن النهي عن التصوير جاء لعلتين: التعظيم ومضاهاة خلق الله، فإذا انتفت العلة جاز التصوير كالتصوير بالفيديو والفوتوغرافي؟ من قال إن العلة انتفت؟ العلة موجودة ملازمة للتصوير دائما، وهو مضاهاة لخلق الله دائما وأبدا، وهو وسيلة إلى الشرك دائما وأبدا. أضف إلى ذلك تصوير النساء فيه فتنة ودعوة إلى الزنا والفحش، فالتصوير فيه، أضف إلى ذلك أن التصوير يمنع دخول الملائكة في بيتك، ففيه آفات مهلكات، فكيف ترضى بهذا؟ نعم.